أعلنت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير رئيس لجنة استثمار الأراضي الحكومية وكيل البحوث والمشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء أعلنت عن طرح ثلاث فرص استثمارية جديدة بمنصة استثمار الأراضي الحكومية وأكدت أكدت رئيس لجنة استثمار الأراضي الحكومية أن طرح مثل هذه الفرص الاستثمارية يصب في خدمة المساعي المبذولة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ما يسهم في وتنميه اسهاماته الى جانب القطاع العام في تقديم مختلف الخدمات لتوفير الفرص الواعده امام المستثمرين والمطورين وبما يدعم تنفيذ المشاريع التي تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين في مملكه البحرين وأوضحت جمشير أن الفرص الاستثمارية المطروحة سيتم تخصيصها لأراض سكنية في مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية ومن المقرر أن تستمر فترة التقديم لثلاث الأراضي المطروحة للاستثمار حتى التاسع عشر من فبراير من العام المقبل لافته الى انه يمكن التقدم للمزايده على الاراضي المعروضه للاستثمار في منصه استثمار الاراضي الحكوميه عبر زياره الموقع الالكتروني لمنصه استثمار الاراضي الحكوميه والاطلاع على تفاصيل العقارات المراد الاستثمار فيها